ننتقل هلا حتى نشوف الشيف شادي وين صار. ما بخبركم عم يسقي زراديع تبعوا له كان قبل شوي بالبريك. ننتقل لعنده ونشوف ورشة ملح. احبائي اهلا وسهلا فيكم من جديد، معنا ثلاث دقائق سريعين مثل العاده. بدي ارجع اذكركم اللي ما كان معنا صار معنا شو عملت باول خمس دقائق. سلقنا البيض ورح ارجع احكي عن البيض مجددا كمان على الساعه 12:24. وشو عملت كمان؟ حضرت الصلصه تبع سلطه البيض والخس من زيت السمسم ومن كمان خل البلسميك، رح نرجع نعيدها كمان على الساعه 12:24. اما هلا بدنا نعمل بطاطا. اوكي بطاطا ليش نشرح بعدين، بس شوفك كيف بدي اعملهم باي طريقه وبدنا نحطهم بالفرن. معي اكيد بطاطا مقطعين مقشرين ومقطعين ونغسلهم، ومن بعد ما نغسلهم اكيد بنصفيهم. ويلا هلا بنروح على بابريكا، بنروح على الكمون، زنجبيل، هيل، وكمان بنروح على الكزبره، اوريجانو، ومن بعد الاوريجانو من الملح، من بعد الملح زيت زيتون. هيك مشان نعرف شوي عم نحضر بطاطا للسمك بالفرن. لكن حطيت انا هلا زيت الزيتون، وبعدين بنحط حوالي الكوب واحد من مرقه السمك او مرقه الخضره. صار عنا يوم بهالطريقه هيك. يلا يا شيف شادي بنحرك كل شيء، وبرجع بعيد لكم من الكزبره، من الكمون، من البابريكا، من الزنجبيل، من الهيل، ومن الاوريجانو، ومن الملح. خلطنا كل شيء هيك، ويلا بنروح على صينيه، وهيدي الصينيه ها، وبنحطها بالفرن. شغلي ولا اهين من هيك، عم نحضر البطاطات للسمك، وممكن كمان يكون للدجاج، بس ما تستعملوا اكيد مرقه السمك للدجاج، استعملوا نفس البهارات، بيعطونا طعمه ولا اطيب من هيك. حفظناها ورح نرجع نكتبها، بس نرجع على الساعه، برجع بعيد على الساعه 12:24. اوكي توم، هيدي هلا عم نعمل شو؟ عم نعمل الكروتون، عم نعمل التوست. ليه عم تعمل التوست يا شيف شادي؟ مشان نحطهم على السلاد. اي سلاد؟ سلاد البيض مع الخس، توم، زيت زيتون. هين كثير، ليكوا شو بعمل انا؟ بيجي بعمل التوم، بحط زيت زيتون عليهم، يعني حوالي حصين من التوم او ثلاثه، وكل حص من التوم بده ملعقه من زيت الزيتون. صار عندي اياهم جاهزين بهالطريقه هيك، وبيجي كمان على هالكروتون او التوست اللي انا مقطعهم. طلعوا كيف التوست، بنقطع التوست بهالطريقه، وبيجي انا بحط على التوست هالخليط من التوم مع زيت الزيتون. هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم، وقبل ما اعمل السلاد تبعيتي بحطهم بالفرن حوالي الخمس دقائق، بيتحمصوا بيعطونا طعمه ولا اطيب من هيك. واسمهم تتعرفوا اكثر واكثر، اسمهم كروتون. اسمهم يا غيدا كروتون. كروتون. شكرا شايف، رح نرجع لعندك اكيد بعدين، رح نتابع محطاتنا. دومينيك صارت معنا وتي في شوبينج. دومينيك صباح الخير. صباح الخير. كرو توم. حفظناها كلنا. اليوم عندنا ثلاثة ايتمز بدنا نحكي عنهم، الباما هيربز، السوينج كيت يلي هو ايتم جديد، والباك تراب يلي حكينا عنه قبل بس دايما نرجع بنذكر فيه. فينا شغالين على مدار السنة على مدار، نشكر الله. نعم. رح نبلش بالباما هيربز يلي هو منقوع للجرين، معمول من اعشاب صينية. هلا ليه اسمه باما هيربز؟ لانه بيرجع لمنطقه بالصين اسمها منطقه الباما، والافرج الايدج جروب فيها هو بين ال 100 وال 120 بليف ات اور نوت. يعني تخيلي قد ايه صحتهم منيحه وقد ايه محافظين على جسمهم على صحتهم ليعيشوا لهالقد عمر. هلا هن سرهم انهم بينقعوا كل يوم عشيه بعد الشغل، وبيضلهم يشتغلوا بالزراعه وبالارض بهالمنطقة بالذات اللي عم نحكي عنها، بينقعوا اجريهم بخليط من الاعشاب يلي هن موجودين بهدول الاعشاب اللي بدنا نحكي عنهم، مشان هيك مسمينها باما هيربس. نعم. نسبة للمنطقة تبعها. هلا هدول الاعشاب كثير مفيدة للجسم كله، خاصة الاشياء البيزك يلي ثلاث ارباع العالم عندها بتعاني منها، ورح سميهم. هن اول شيء امراض القلب، الاوعيه الدمويه والدماغيه، السكري، الروماتيزم، وجع المعده، القلق، النسيان، نقص وظائف الكلى، نقص المناعه يلي هي اهم شيء، اذا بتنقص مناعتنا كل شيء فيه بيتخربط بجسمنا.
التهاب الأنف، البلعوم، التهاب الرئوي. هلا هول كل هدول الاشياء اللي حكينا عنهم هلا اللي سميناهم هول كمان بتوطي المناعه من الجسم يلي بيعملنا بنرجع لايك فيش سيركل، بنرجع من اول وجديد عرضه لاشياء او اكثر واقوى. هلا الاشياء اللي بتساعد عليهم هدول الاعشاب هو انه بتقوي لنا مناعه الجسم، بتعطينا اول شيء بتخلينا ننام احسن، دونك وقت اللي بننام احسن عم بنشرج اكثر لتاني نهار اكثر، عم بتزيد لنا الانرجي تبعنا يلي ثلاث ارباع الاوقات وقت عنا هدول السيمبتومز عم نفقد الطاقه اللي عنا اكزاكتلي عم نفقد الطاقه اللي عنا، عم تعطينا عم بتدهرنا الديتوكسيفايز يعني عم بتدهر لنا السموم من الجسم، بس على شرط واحد انه مش نستعمله نهار نهارين نوقف نرجع بعدين وقت المنفوق بنرجع نستعمله، هيدا بدنا نعتبره تريتمنت مثل دواء، يعني بدل ما ناخد الكيميكلز الادويه اللي بتحتوي على كثير كيميكلز وبتعطينا سايد افكت بدنا نجرب نستغني عنهم اذا فينا ونستعمل الاشياء البرانيه يلي بتظهر لنا سموم من الجسم، بذات الوقت بتكون عم بتنشط لنا الحركه الدمويه، الدماغ، حركه الدم، كله كله القلب البامبينج تبعه كله. هلا ليش بنقول بدنا ننقعهم بالاجرين؟ لانه الاجرين فيهم 136 نقطه ريليتد للجسم كله، موجودين كلهم بكعب الاجرين. والفينز الموجودين بكعب الاجرين هن طوال كبار، سو هول اللي بيضخوا على الجسم كله، مشان هيك بننقعهم بمي سخنه، مستحسن انه قبل النوم، كل يوم عشيه قبل ما ننام، حتى لو ضاهرين، من بعد ما نرجع مش معلي حتى لو قعدنا، هي المستحسن بين ال 20 وال 40 دقيقة، يعني نهار الضاهرين نرجع مأخرين فينا نعملها 20 دقيقة، نهار اللي قاعدين بالبيت فيه إذا فينا نزيد الوقت بيكون أحسن نستفيد أكثر. هلا كيف استعمالهم؟ نغلي مي، نغلي مي مش من الحنفية سخنة، إذا فينا نغلي مي ونحطها بوعي ونحط إجرينا فيها، المي لازم تغمر الكاحل مش أوطى من الكاحل. نغمرهم ونحط نفتح ساشي واحد بالمي، اوكي ننطر 3-4 دقائق ليتحلحل مضبوط بالمي، وبعدين ننقع الاجرين بين 20 و40 دقيقة ونلتهي، نعمل يلي بدنا اياه، نحضر تلي يلي بدنا نقرا كتاب نعمل شيء اكزاكتلي، هيدا الوقت لإلنا، هيدا الوقت لجسمنا ولصحتنا، اوكي؟ هلا من أول جمعتين بدنا نبلش أول ستيب هو الديتوكسيفيكيشن، يعني بدنا نبلش نحس إنه عم نبلش ننظف جسمنا من التوكسينز، إن كان من كثرة الأدوية، إن كان من المشروب، من الدخان، من قلة النوم، من السهر الدايم، هيدا كله ببلش يرجلجو، ومثل ما قلت إنه بيقيم القلق، يعني إذا عندنا مشكلة بالنوم أحسن نستعمله قبل النوم بالمرة دغري. وبعدين من بعد الجمعتين افور اي اموزور بتبلش ننشط الاشياء اللي قبل اللي حكينا عنهم، اوكي؟ هلا المستحسن انه نستعمل 10 علب، كل لفسر بالاول كيف، كل علبه فيها 20 باكي، اوكي؟ هلا التريتمنت فيهم يقسموه 5 علب يعني 100 باكي على 100 يوم، أم من المستحسن يلي هن 10 علب تايمز 20 يلي هن 200 ساشي على 200 يوم. ليلي بده يبلش بوقت أقل بتريتمنت أصغر ببلش بيقدر بخمس علب. الخمس علب حقهم 90 دولار، أوكي؟ بس لأنه منشجع يستعمل تريتمنت أطول لنقدر ناخد الريزلت اللي بدنا إياهن، عم نشجع نشتري 10 علب بدل 180 دولار عاملينهم ب 165 دولار، اوكي؟ سو يلي بده بس نص التريتمنت 90 دولار، ويلي بده تو سيف بدل ما يدفع 180 دولار للتريتمنت كله بيدفع 165 دولار. اوكي على 200 يوم. على 200 يوم، ما نقفي ابدا ابدا ابدا، بليز كرمال ناخذ على النتيجة نوصل للنتيجة يلي بدنا اياها، اوكي؟ سو هيدا هو الباما هيربس. اوكي. الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الباك تراب يلي هو مكنه مهضومه مثل اللي شايفينها هون، فيها ضوء خفيف ازرق على فايوليت، هيدا هو الضوء يلي بيجذب البرغش او الفلايز كلها مش ضروري برغش بس.
وهو بيشتغل من هواية مروحة صغيرة هي اللي بتشفط البرغشة وقتها بيجوا على هالضو وبتنزلها على كعب المكنة لتحتها لبعدين تفكها وبفرجي كيف. بالإضافة لأنه بتشتغل أز بتلقط منيح البرغش فينا نستعملها أز النايت لامب مثل النواسة صغيرة بالأوضة، نواسة صغيرة بدل ما نضوي النواسات تضون قوي أوقات حتى الصغار فينا نستعملها كنايت نايت لامب كتير منيحة وضوها كتير حلو بالليل، يعني مش أحمر أم أبيض أم شي بيزعج النظر. هلا وقت اللي بدنا فينا كل فتره وللتاني ضروري مش بس فينا نفتحها وننظفها ونكب الاشياء اللي بتكون موجوده بقلبها، ما قلنا غير نفتح هيدا البارت اللي هو موجود من تحت وفيها مثل ما مفرجي انا هون ملقطه كثير منهم بس تفرجيكم، منكبهم من صوبنا وبنرجع منسكرها بهالطريقه كثير سهله الفتح والتسكير مش للحشرات الكبار للحشرات الصغار الصغار اوكي. فاذا الباك تراب حقها 43 دولار وكل ما تكون الاوضه معتمه كل ما تضوي ضوي اكثر كل ما تلقط اكثر صح اوكي. سو بدنا نستنذر انه نحن وغافين والضو مطفي نلقط اكثر من وقتها الضو مضوي او قاعدين باوضه السهره، التحدي اكبر بيكون عندنا، التحدي اكبر بكثير. الايتم الثالث يلي بدنا نحكي عنه هو السوينج كيت يلي هو ايتم جديد حكينا عنه مره بس. هي عباره عن مكان علبه خياطه، هلا نحن معودين على علبه خياطه تكون كبيره وخشب ايه. وبتفتح من مزهور. هون ومن هون وإلها عده هاي، بس هيدي انتميديتس العالم يلي ما كتير بيعرفوا يخيطوا خاصه للمجوزين جديد ام يلي بعدهم صبايا بعد مش خارطه براسهم انه يقعدوا يقطبوا، بس لازم كل بيت يكون فيه علبه ولانه صغيره هيدي اتس هيك فريندلي قريبه على القلب ومهضومه. بيجي فيها عده طبقات، هيدي اول شيء فيها هون مثلا هيدي اللي بتشك فيها الابر والخيطان، فيها عده كويكيب خيطان بعده الوان، فيها هيدا الكشتبين هون يلي عم نشوفه مهضوم كتير ومعمول من بلاستيك فينا نستعمله. وفي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست علب معلقين فيها وبيحتوى على عدة أشياء، مثلا هيدا فيها عدة ألوان خيطان، هيدا فيها كبسون لنستعمل على القمصان ام على الجينزات ام يلي بدنا، فيها كمان دبابيس صغار كبار وصغار، فيها كمان الوان مختلفه عن الالوان الموجوده هونيك، ودغري كلهم مثل الشنطه بينفتحوا وبيتسكروا وبيرجعوا بيتركبوا فيها بكل سهوله، ما قلنا غير نفوتها بهالطريقه هون. وهون في زرار كمان اوبس سوري فكرتها من تاني، من هون في لك شو مهضومين غيضة هول زرار بعدة احجام، وفي هول البنز يلي كتير اوقات منعوزن ومنعوزن وما بيكون عنا منهم بالبيت لانه علب الخياطة ما بيجوا فيهم، هيدي هون ست من الميلتين كتير براتيك، هيدول براتيك عن جد. وهون في متر صغير برافو شفتيها مزورة ايه صح. وبيرجع هون كمان في زرار سود مش بس بيض ترانسبارنت مثل هونيك مع مزورة صغيرة وكمان ألوان مختلفة من الخيطان. وشو بعد في شي غير كمان ألوان غير عن الخيطان، هول الألوان البيزك اللي بنستعملهم الأغمق الأبيض البني الأسود الكحلي أوكي. هيدي الست حقها 30 دولار فقط وكتير مهضومه، فيك تهديها لحدا راح لعنده مجوز جديد، لا بس از زياره يعني مش كادو عرس، لا اكيد بس انه مهضومين كتير حقها بس 30 دولار وكل الايتمز اللي عم نشوفهم بس موجودين بس عبر عالم الصباح. فينا نطلبهم على الارقام اللي مبينه باسفل الشاشه وبينوجد يعني بنوصلهم على حيلا محل بلبنان فري اوف تشارج، بس بتدفعوا السعر اللي شايفينه محطوط على الشاشه. اكيد شكرا كثير دومينيك. فينا نعمل ريكاب ولا خلص وقتنا؟
بعد ما نلحق نعمل ريكاب سريع. ما بقى نلحق نعمل ريكاب يمكن بس الباما هيربز. دقيقة بعد عنا الباما هيربز حقهم 165 ليالي اللي بده يشتري 200 ساشي و90 المية. الباكتراب حقها 43 دولار والسوين كيت حقها 30 دولار. شكرا كثير دومينيك لحظاته بنرجع معكم اكيد ومحطتنا بوقتها. خليكم معنا.